هذه هي الكره الارضيه وهذا هو المركز ديال الكره الارضيه. يعني هنا كيتواجد السكون هذا القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي، وهذا القطب هذا ما كيعيش فيه حتى شي انسان على وجه الارض من غير الحيوانات، ولكن ماشي في القطب على جوني الملذات وتستقر بالريد بالواقعيه ما كاينش شي. وفي هذه المنطقه هذه وهذه المنطقه هذه كتقع نص الشهور ديال الصيف وفي الشهور ديال الليل. هذه السيده على اسر والله ما تقدر. تاعنا معك والله ما يقدر ياك. وشوف، واحد جوج ثلاثه طز. انا قلت لك انا ما يقدرش. معروفه، تبع تبع. لا لا صافي والله تنسيب، والله تنسيب. سير، واحد جوج ثلاثه. شكون هذا الحمار اللي سيب عليا كاغيط؟ المرة الثانية، شكون هذا اللي خلع ليا الكاغيط؟ هذا برعوش أستاذ اللي عندنا. سيمو اسكت. حتى شي قمقم فيكم ما بغى يهضر ياك. واخا سير ودي عيط للمدير وكاملين بكم عندكم ناقص 20 نقطة في جميع الفروض ديالكم. أوي لا 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 لا، هادشي بزاف. 20 نقطة أستاذ، بصراحة بصراحة ها هو اللي في القاع أستاذ، والله إلا هو. أستاذ هو والله إلا هو. سيمو جيتي عند أستاذ البهجاوي وبغي تعمل عليا ياك؟ باقي ما خلقتي هذا اللي غيخلع عليا الكاغيط في القسم ديالي وفي الحصه ديالي. هويلي وقف ودور. هويلي ما دور، شنو غتعمل لي؟ وقف السيمو دغيان. هانا دابا غدور وغتقصد الباب وغتخرج، وعندك منع دخول المؤسسه لمده 3 شهور، ما غتشوفش المدرسه. وجيب لي ولي الامر ديالك. وبغيت باك، ما تجيب لي لا اختك لا امك، جيب لي باك. وعندك مازال تأديبي من الفوق، ولا عرفتي شنو؟ عندك طرد من هاد المؤسسة. والله يمك لا بقيتي تقرا هنايا. يلا استاذ اسمح لي. خروج حن بابك. خروج اخر مرة بلاتي نعيط للبوليس، ولا غير تكوني معاك بلاتي.